يعني اكنك او كانك بتتولد من جديد، خصوصا لما يبقى في يوم زي ده كده، يوم بتستقبل فيه دنيا الحلال، زوجه صالحه، الحياه الهاديه بقى، راحه البال والطمانينه والسكينه. يا عم حافظ، تحس كده اكنك خاشش دنيا. ده على اساس انك اول مره تخش دنيا. ايه التفويه دي؟ ليه كده؟ يا عم حافظ، كل اللي فات حماده، انما اللي جاي بقى حماده تاني خالص. التوبه وجبت. يا ما انت كريم يا رب. التوبه وجبت، والقلب، القلب لطف خلاص، وجت خلعت توب الحرام. يا سلام يا سلام. خلاص يا عم حافظ، احنا من النهارده يمين يمين يمين. افلح ان صدق. تبا تبا لك هاك من ذاك. وهل تجوز التوبه في السونه؟ ولما لا؟ لما لا؟ لأنك ملبوس. والله طب يا عم حافظ بقى، ما تقفلهاش في وشي، ما تقفلهاش في وشي بقى. ده أنا ما صدقت أبواب السما كانت مفتوحة لما تين أختي قالت تدعي في الحرم وأنا واقف وراها. ياه، الرجل أخيرا عرفت سكة اليمين. وأنت إيش عرفك إن أبواب السما كانت مفتوحة؟ ما أنت عجت 3 مرات ورجعت شمال. والله عندك حق يا عمي، ده انت عمي عمي، يعني المفروض تشجعني مش تحبطني. عمي اضحك عليك اخدعك؟ يعني الموضوع بايظ. ما تغلطش يا ابني، خليك في طريقك يا عم. انت متصرف، بقول لك توبنا الى الله خلاص. قالوا للحرام احلف. والمصحف توبنا الى الله، والله العظيم تبت الى الله. ابصمها لك، اكتبها لك. تبنا الى الله القبطان. وفي كويس قوي يا مستر معتصم، هايل. بالمناسبه السمنه اللي انتوا بتطبخوا بيها، قصدي يعني بتعملوا بيها البوفيه، سمنه ايه؟ السمنه اللي بنستعملها عاده في الاوتيل يعني. لا لا، عاده دي انا ما بحبهاش خالص. لا لا، انا بحب كده السمنه تبقى بلدي، زبده، يعني حاجه كده الناس وهي بتاكل تستطعم كده وتقول الله. مش كنا جبنا لهم زبده من اللي عندنا في البيت؟ عندنا ايه بس؟ عندنا ايه؟ اسكتي انت، بدل ما يشوفوك ياخدوك يسيحوك يعملوا بوك البوفيه. وبالنسبة كمان يا مستر معتصم للإضاءة الكتيرة والحاجات الكتير، لا بص شوف، أنا عايزة الإضاءة تبقى على العريس بس، يعني مش شرط العروسة، ممكن تظلم العروسة خالص. أنا عايزة كده العريس يطلع كده منور كده خلاص، يعني كله يبقى هادي ما عدا الكوشة بس، يعني هي اللي تبقى منورة. لا إله إلا الله، ما تخليها تلعلع كده يا ستي وتزقطط، ده فرح الغالي. تلعلع إيه؟ تلعلع إيه؟ وفرح العمدة ولا فرح بلدي؟ ها؟ مش أنا مش عارفة ده فرح ده ولا ده ندوة ثقافية. ما تقلقيش يعني، في سبوتات هتنزل على العريس والعروسه اثناء الرقصه الاولى. رقصه؟ انت بتقول لي رقصه كده في وشي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. احنا ما عندناش رقص وكلام فارغ زي ده يا استاذ. لا اله الا الله، احنا نجيب مقرئ يحيي الفرح ونحط شريطه سودا على الكوشه عشان الناس تتبس. وانت تكتمي خالص. انا نفسي اعرف فين السواق الحمار اللي اسمه صلاح. نهاره ايه السود منيل اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ عارف يا ست هانم، نهار منيل ب60 نيله، بس والله الدنيا زحمه والناس موت موت موت، متعشقين كانهم يوم القيامه. قامت قيامتك ما يلحقوش حتى يوصلوك. اتاخرت ليه لحد دلوقتي؟ ابدا يا ست هانم، كنت بطلع حاجات فوق، قلت يمكن تحتاج حاجه ولا يعني اي حاجه من دول يعني. طيب، شيل الحاجات دي وديها فوق، وشيل دي كمان معاك وديها السويت عندي فوق. ده عايزه مقطوره. بس والنبي يا ست هانم اوعي تزعلي، فش غلك فيا انا. لا والنبي، ولما هي تفش فيك انا مين يفش فيا؟ صدقوني بعد الفرح هفش فيكم انتوا الاثنين اخر فشاشين. قدامي امشي. شيله قدامي. مستر معتصم، عايزه منك حاجه من فضلك. اتفضلي. اما ناديدو، هي اما ناديدو، هي اما
ناديله، ما ناديله، حس الغالي بره وحس الغالي بره. اول ما دخل فين؟ اول ما دخل وين؟ دخل على السرير، دخل على السرير، ها دخل على السرير، وين وين؟ واتكل على الله، واتكل على الله، واتكل على الله، هنتكل على الله، هنتكل على الله، اتكل على الله. بونجور دكتور. هنتكل على الله. افندم؟ لا لا ولا حاجة كده، ولا حاجة. هو في حاجة؟ ابدا، انا كنت جاي اشوف حضرتك عايز حاجة كده ولا كده. انا في خدمة حضرتك، قصدي يعني كلنا في خدمة حضرتك. حاجة كده وحاجة كده. هو يعني الدكتور هيكون محتاج ايه يعني؟ او اي عريس بشكل عام ليلة فرحه غير الطمأنينة؟ ضنع الأوضة اتولد، اموت في الثقة في النفس اللي تأمرني بيه. ما يأمرش عليك ظالم ولا عدو ولا حاقد ولا حاسد. دكتور عمر. يا دكتور عمر، ايه ده؟ دي مؤامرة، دي مؤامرة عليا، دي مؤامرة عليا. قلت لها يا ست انت مفيش، لو سمحتي فضلي من هنا دلوقتي. انتوا مسلطين عليا، ما عندكوش راجل في الاوتيل. انا عايز راجل، عايز راجل. حالة ولادة مستعجلة، حالة ولادة مستعجلة. الطوارئ بسرعة. لا طوارئ ولا جولة، احنا عايزين الدكتور عمر، هو اللي ماشي معاها من الاول. اباي ماشي معاها كيف يا خال؟ مش من يوم ما شالك وانت موديها له بيدك يا غنبور وخلتها اتكشفت على راجل. قبري يلم العفش، الكلام لاصول يا خال، اسمها متابعة. انت اللي هتعلمني الاصول يا ابني سريعة. ايش دخل امي بقى دلوك؟ اتكلم انت دكتور عمر، حياة ابوكي. مش هينفع حضرتك. مش هينفع كيف؟ هو قال لي اجي هنا في عيوتها وقت واداني الجواب ده. يا فندم مش هينفع، النهارده فرحه، بس في اللي بيشتغل مكانه. حلو، خلي مراتك فرجه نجاره مصر يا ذاكر. يا اولاد المحاريق، ده انا اولع عليكم في المستشفى دي كلها. تعالي. في ايه يا نبيله؟ يا دكتوره في صوت ضرب نار وفي بلطجيه هجموا على المستشفى ده. بلطجيه؟ انطقي، هو فين؟ حاربنا مش فرجة رجالة مصر كل شوية. انطقي، هو فين؟ اعترف احسن لك. هعترف. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الحقني يا دكتور غازي. ايه ده؟ مين دول وعايزين ايه؟ فين الدكتور عمر النواوي؟ انا قلت له فرحه النهارده. ما هي قالت لك اهي، وبعدين ومفيش دكاترة تاني غيره؟ نزل الزفت ده، انتوا فاكرين نفسكوا فين؟ بقول لك فين الدكتور عمر النواوي؟ انطق. بيتجوز عقبال عندك. ايه مالك؟ ايه يا حبيبي؟ مالك قلبت وشك ليه؟ في حاجة؟ بيقولوا الأب يوم فرح ابنه بيبقى مخطوف وشكله كده مش على بعضه. أنا دلوقتي عندي نفس الإحساس يا عمر. وأنا ابنك برضه. غصب عنك يا ابنك وغصب عني. مش تربيت إيدك. خالد ابني جاب القساوة دي كلها منين؟ مسيره يرجع، مسيره يرجع، محدش بيغيب على طول. اللي زي عمره خلاص بقى وراه، واللي فاضل منه ما يكفيش. وحشني قوي. متقولش كده، اديك طولة العمر ان شاء الله. وحشنا كلنا. مروق روحك انت وهو مقضينا حكايات وسايبيننا طالعين مع التينه فوق. ما انا بنت البطه السودا في العيله دي. يا بنت البطه البيضة داخله بستريس ليه كده علينا كده؟ ده يوم فرح يا اخوانا، يوم فرحي، وانا بتجوز كل يوم. يا دكتور عمر. ها يا دكتور. ها يا
الله الرحمن الرحيم. هو رمضان بدا ولا ايه؟ بعد الايام يا عريس. بعد ان شاء الله ايه بكره الصبح. مين الجماعه صمموا يجوا يباركوا لك؟ جماعه مين؟ جماعه مين؟ مبروك يا عريس. حراس جيبه. حراس مين؟ مش عايز حريس. هم يا ولد. اتفضل على النبي يا عمر. استني رجاله مع بعض. يلا يا اختي. يا مدام منتظم. اول ما الناس تيجي على طول تحط لها الحق يا مدام. في ايه يا مدهول على عينك؟ الحق.